شباب قناة شباب نت نيو. السلام عليكم. نشر بعض الإعلاميين التونسيين شريط فيديو حصري يظهر أنصار قيس سعيد الفايز بكرسي الرئاسة في بلاد قرطاج وهم يتغنون في لحظة مدهشة بأغنية الرجاء الرياضي في بلاد ظلمون الواسعة النطاق والتي أعاد صياغتها باللهجة التونسية المنشد التونسي غدورة في إشارة منهم إلى التغيير الذي يسعون إلى تحقيقه رفقة الرجل البالغ من العمر 61 سنة. للإشارة فإن مصادر تونسية أكدت قبل قليل من يومه الأحد تحقيق أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد لفوز ساحق في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها على منافسة رجل الأعمال والاتصال نبيل القروي. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.